عند إحرامي للعمرة تلفظت بكلمة منكرة دون أن أشعر بها إلا بعد حين، وهذا دون أن أعقد العزم على قولها، هل علي شيء؟ عليك التوبة إلى الله عز وجل، توب إلى الله، والكلمة ما تبطل العمرة إلا إذا كانت كلمة شرك، إذا كان شرك فالشرك يبطل الأعمال، أما إذا كانت كلمة محرمة وليست من الشرك فعليك التوبة والاستغفار إلى الله وعمرك صحيحة إن شاء الله. نعم.